عندك بيت اختي بعرض راحوا ليها، هي في هي يعني في شقه يعني شقه مصغره، عندها بنات كبار يعني بالغين، ما ضربوا الباب، دائره كسروا دخلوا على البنات، بنات الحين كبار يعني متغطي، واحده قامت تغطت دار تغطت بالبرنص عن سترها يروح، ردت الثانيه ما وقعت الليت في وجهه، اخترعت بالليت في وجهه، وردت الثالثه وقفلت عليها من مشمار وطبقوا في الثاني، صوروا اني يعني دخلوا هجموا على البيت، ما في رجال، ما في حتى رجال، ما كان موجود رجل، هي هجموا عليهم وكانوا في الثاني متغطين بمشمار يعني في الثاني مبالغين، ما يعني ما في احترام، ما عندهم احترام يعني دخلتهم ما عندهم احترام، يعني يجوا ما يجون يضربون الباب وتعبي بطل واحد له الباب مو تكسره،